أضحى الرعب جاثما على قلوب سكان العديد من المناطق في العراق التي حولتها الميليشيات إلى مخازن للأسلحة والعتاد بمختلف الأنواع، بالإضافة إلى الصواريخ وحتى الطائرات المسيرة، في ظل عدم اكتراث الجهات الحكومية بحياة السكان. مع العوائل شلون نسبت من بيوتها؟ والحكومة العراقية؟ وبين فترة وأخرى تهتز بعض المناطق نتيجة انفجار مخازن الأسلحة فيها، كما حدث مؤخرا مع سكان قضاء الصويرة في محافظة واسط بعد أن وقع انفجار لم تكشف الجهات الحكومية عن أسبابه في مخزن كبير ضم أسلحة متوسطة وثقيلة تعود لإحدى ميليشيات الحشد. كما انفجرت 3 مخازن للأسلحة الشهر الماضي، 2 في بغداد وواحد في النجف، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بالإضافة إلى خسائر مادية وسط تكتم الجهات الأمنية، فيما تبين الإحصاءات أن أكثر من 30 انفجارا وقع في مخازن الأسلحة والأعتدة تلك بين عامي 2016 و2022، وخلفت عشرات القتلى والجرحى. ويعد العراق من أكثر بلدان الشرق الأوسط إنفاقا على التسليح، إذ خصص أكثر من 18 مليار دولار للإنفاق العسكري عام 2021 فقط، كما أنه يعيش حالة من انفلات السلاح وفوضى انتشاره دون ضابط قانوني. ويصف خبراء أمنيون مستودعات الأسلحة في الأحياء السكنية بالقنابل الموقوتة التي تهدد المدنيين، مشيرين إلى أن الميليشيات تلجأ إلى خزن أسلحتها في تلك الأحياء لمنع القوات الأمريكية من استهدافها ردا على الهجمات الصاروخية التي تنفذها الميليشيات ضد القواعد والمصالح الأمريكية، بينما يرى نواب أن ضعف الحكومة وعدم تطبيق القانون أدى إلى انتشار هذا النوع من المخازن والمستودعات. وبالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي تمثلها مخازن الأسلحة، فقد تركت ضررا اقتصاديا على تلك المناطق، حيث أصبحت غير مرغوب فيها للسكن، بالإضافة إلى زيادة الهجرة والنزوح منها بسبب تحولها إلى ما يشبه السكنات العسكرية وتراجع فرص الحياة فيها مع غياب البيئة الصحية الآمنة.